الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الأسبوع الحالي يوما بيوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية اليوم الأحد، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا، لكن تبقى على المعدلات مثل هذا الوقت من العام. درجات الحرارة تكون في منتصف الثلاثينات في المناطق الجبلية، بينما تبقى أربعينية في المنطقة الشرقية، منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. يوم الاثنين المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، وتبدأ الكتلة الهوائية الحارة بالانحسار، لكن تبقى أعلى بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام. درجات الحرارة تكون في بداية الثلاثينيات في المناطق الجبلية، بينما تصبح في أواخر الثلاثينيات في المنطقة الشرقية، المنطقة الجنوبية، منطقة الأغوار، البحر الميت والعقبة. أيضا درجات الحرارة ليلا تسجل انخفاضا، ليصبح الطقس لطيف إلى معتدل في أغلب المناطق. يوم الثلاثاء المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام. درجات الحرارة تكون ثلاثينية في بداية الثلاثينيات في الجبال، بينما تكون في منتصف إلى أواخر الثلاثينيات في باقي المناطق. المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة ليلا، لتصبح الأجواء مائلة للبرودة في المناطق الجبلية والمناطق الساحلية أيضا، لكن تكون معتدلة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. يوم الأربعاء المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، وانحسار كامل للكتلة الهوائية الحارة التي أثرت علينا. درجات الحرارة تصبح حول معدلات مثل هذا الوقت من العام، تكون في أواخر العشرينيات لأول مرة في المناطق الجبلية، بينما تستمر ثلاثينية في باقي المناطق. درجات الحرارة أيضا تسجل المزيد من الانخفاض ليلا، لتكون الطقس مائل للبرودة في الجبال والسهول ولطيف في باقي المناطق. يوم الخميس أيضا المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، تكون حول معدلات مثل هذا الوقت من العام، في أواخر العشرينيات في الجبال، بينما تكون ثلاثينية في باقي المناطق. يوم الجمعة نفس درجات الحرارة، تبقى حول معدلات مثل هذا الوقت من العام، درجات الحرارة في أواخر العشرينيات خلال ساعات النهار في الجبال. تصبح الأجواء مائلة للبرودة في الجبال والمناطق الساحلية خلال ساعات الليل، مع ارتفاع واضح في نسب الرطوبة السطحية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.